بسم الله والحمد لله والله أكبر. خذ العفو وأمر بالمعروف. على ماش قلنا لكم رقم تخد، لأن الأمر المعروف ما عادش موجود. تو حتى اللي يقول بالروح محفظ قرآن ويعرفهم لا حد فيه في معرفة شبه تمام، وهم لا يأمر بالمعروف لأنه يعني جبنة. وتحدثت عنهم كثيرا وقلت الناس هذوما ما عندهم حتى رغبة في الجهاد في سبيل الله، لا جهاد بالأموال ولا جهاد بالأنفس ولا جهاد باللسان. فما حلاوة الكلام يقلدوا في بعضهم فيها، ولكن تجي في دراستك اليوم تلقاهم لا يعرفون من الإسلام إلا الرسوم. أما أعماق الإسلام وحقيقة الإسلام فهم أهل جهل بتلك الحقائق. أنا نسأل الله أن خرجهم من بوتقة الغفلة ومن مشاهد النفاق ومشاهد سوء الأخلاق. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوانه.